التقطت عدسات الكاميرا في فعاليات أعمال القمة العربية 28 المنعقدة في منطقة البحر الميت بالأردن لبحث عدد من القضايا العربية والإقليمية التي تمر بها المنطقة العربية مشاهد أبرزها نوم رئيسين خلال إلقاء كلمة بعض القادة واستعمال الهاتف الخلوي من طرف وزير خارجية وكذلك سقوط رئيس دولة خلال هذا الحدث. وقد ظهر في إحدى الصور خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية 28 بالأردن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي نائما خلال إلقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيد كلمته، كما ظهر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وهو نائم أثناء إلقاء أمير دولة قطر حمد بن تميم كلمته أمام الحضور. وتعرض وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إلى موقف محرج أيضا، وذلك خلال تواجده خلف الرئيس السوداني عمر البشير لحظة إلقاء الأخير كلمة بلاده في القمة العربية بالأردن، وتلقى غندور رسالة نصية على هاتفه ظهر وهو يقرأ سطورها حيث اضطر لرد عليها قبل أن يتقدم إليه أحد المنظمين ويهمس في أذنه بعض الكلمات دفعته لترك هاتفه مباشرة. كما شهدت هذه القمة تعثر الرئيس اللبناني ميشيل عون.